تابع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ببالغ الأهمية عودة المواطنين البحرينيين العالقين بالخارج، مؤكدا سموه أن الحكومة حريصة على عودة أبنائها الذين تقطعت بهم السبل بسبب إغلاق المطارات احترازيا، مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين العائدين وطاقم الطائرة وتكفل عودتهم لبلادهم معززين مكرمين. لافتا سموه إلى أن سلامة المواطن هي أولوية أينما كان، ولا نقبل أبدا وتحت أي مبرر أن يتعرض مواطن لأي مكروه، والحكومة لم ولن تتخلى عن مواطنيها، فهم في رعايتها أينما كانوا.